إماز عبد العزيز رئيس جمعية أشبال أكاي الألعاب القوى. نظمنا هذا السباق الثاني، المحطة الثانية في مدينة صفرو، وكنديروا التنقيب على المواهب، وكنشكروا السلطات المحلية، وكنشكروا الأمن الوطني والقوى المساعدة والصحافة اللي هما صورعنا ومتبعنا. والحمد لله شفنا كاين الاقبال ديال الوالدين ديال الوليدات، كلشي جا من الثامنه صباحا، والناس كيجيبوا الوليدات ديالهم، وكان المشاركه مكثفه على السعيد الفئات، البراعم البرعومات ليمينيم ليكادي، وكانت النتيجه رائعه، وكان التنظيم في احسن هذا، لان كيشهدوا الناس اللي جاوا من برا، كيشهدوا بان التنظيم داز مزيان. وكنشكروا الناس اللي هما جاوا وقفوا معنا في المنصه وشجعونا، وان شاء الله نزيدوا القدام. هذه المبادره الثانيه في هذا الحلبة هذا، ودابا الحمد لله جات في هذا المطاف، جات تبارك الله مزيان، ما كايناش شي صعوبات في التنظيم ديالو. كاينه الصعوبات من ناحيه ديال اللوجيستيك، ولكن لقينا العماله والبلديه وقفوا معنا مزيان، والقائد ديال المقاطعه الرابعه، والباشا سيد الباشا وسيد العمل، والاعضاء، وكنشكر الاعضاء كاملين، كلهم ساهموا لا من قريب ولا من بعيد. كنشكروا العامل اقليم صفرو اللي هو اعطانا جميع الامكانيات وجميع المسؤولين كلهم، استقبلوا هادشي بواحد الاقبال رائع، واللي مشينا عنده كان كيستقبلنا وكيعاوننا مزيان، والحمد لله راه داز كلشي مزيان. بالنسبه لنا حنايا كجمعيه اشبال اكاي العاب القوى، درنا هذا الملتقى ديال هاد الوليدات الصغار ووليدات كبار، براعم ديالنا بمناسبه الذكرى ديال المسيره الخضراء. الله يطول عمر في سيدنا، والله يخليه لنا ويخليه لنا بركه، ويخلي لنا دائما الامن والامان في هذه البلاد. والحمد لله هاد الملتقيات اللي كنديروا كنحاولوا باش نديروهم باش نخليو هاد الوليدات ان شاء الله يعطيو للبلاد ويعطيو للمغرب ديالنا ان شاء الله، ويكون عطاء جيد في الصحه، ولان كيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. بهذه المناسبه كنشكر السيد العامل شكر جزيل على الدعم اللي كيعطينا كيعطي للشباب، وكيعطي للالعاب الرياضيه والمجتمع الصفراوي ككل. وكنشكر السيد الباشا وعلى السيد القائد ديال القياد ديالنا كاملين، ومن قائد المقاطعه ديالنا الله يكثر خيره ويخلف عليه، وقف معنا وقفه شخصيا برجليه، ورجال الامن حتى هما الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم، دعمونا وقفوا معنا. جات الوقايه المدنيه، القوات المساعده، اللي خط علينا ديالنا، واللي خط علينا الامن ديالنا، وعاش الملك. معكم ايوب الخلوق مدرب العاب القوى جمعيه اشبال اكاي، وكنشكروا رجال السلطه والسيد الرئيس والسي القائد ورجال الامن، كنشكرهم كاملين حيت جاوا وقفوا معنا. وكنشكروا السي يوسف تريتول لي زامي، وكنشكروا السيد الرئيس جمعيه اشبال اكاي الالعاب القوى، وكنشكروا المدربه نويله العالمي بطلة العالم في الماراطونيه السته. شكرا للاخوان، وشكرا للصحافه، شكرا لخويا عزيز. شوف صفرو، انا زينب، كنسكن في الرفايف حي زنقه نجامينه، كنقرا في المستوى السابع. كنشكر بزاف بستان الزيتون، كنشكر بزاف المؤطر اللي صوبوا هذا المسابقة وهذه الحفلة، وشكرا بزاف. سميتي يحيى أبروري، كنسكن في الرفايف، إعدادية الرفايف، الرفايف حاكمة العالم. كنبغي نهدي الشكر ديالي للأستاذ ديالي بوزيان، وشكر خاص، وهذه أول مسابقة لي. أنا اسمي مريم العباب، أدرس في المستوى السادس ابتدائي. اليوم نظمنا هاد الساحة ديال السباق، نظمنا هاد الساحة ديال السباق البارح، وقادين هاد البلاصة للأطفال باش يجريو، ونظمنا هاد البلاصة باش يجريو للأطفال وقديناها. من كنا كنقدوها كان عاجبني الحال باش الدراري يجريو. معكم مموي الحفلات مدينة صفرو، كنشكر جمعية أشبال أكاي على هذا النشاط اللي قاموا به، وكنشكر الطاقم التقني ديال جمعية أشبال أكاي، وتبارك الله كانوا أبطال في المستوى، وكانوا الدور ديالي وقفنا مع الطاقم التقني شوية
في النشاط وسيرت معهم شي شويه النشاط والحمد لله دازت الامور مزيانه. كنشكر مدينه صفرو لان هاد الناس احترمونا ومزيانين بالرياضه وعجبونا بزاف عاد، وانا مراه في عمري 65 عام كنشكر هاد الناس بزاف عاد، وعمروا علينا صفرو دائما كيكون خاوي، ودابا كنفرحوا بهم بزاف عاد بزاف عاد، واستقبلونا مزيان استقبلونا مزيان هاد الناس مزيان. من الصبكه كان كيتعمر صفرو بحال هكذا، كنبغيو صفرو يتعمر بحال هكذا، دائما عندنا خاوي الفيشطه تحب الملوك اللي كانت كدوز ما بقاتش كدوز. دابا كنشكروا هاد الناس بزاف بزاف، كيتعاملونا مزيانين، وفرحت انا ملي جيت صبرت هادشي عند عمري 65 عام، فرحت بزاف عاد.